نحكي على مجموعة من الأحزاب والسياسيين اللي جايين ضد قرارات وإجراءات رئيس الجمهورية واللي يعتبروها حسب كلامهم هما بطبيعة الحال انقلاب على الشرعية وتلك الشعارات الرنانة اللي قاعدين يرفعوا فيها. الناس هذوما أنا نجم نسميهم حزب حركة النهضة، جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، عديد الوجوه السياسية، جوهر بن مبارك العدو الشرس لحزب حركة النهضة قبل 25 جويلية، بعد 25 جويلية سبحان مغير الأحوال. يعني الناس هذوما اليوم علاش جايين ضد قرارات رئيس الجمهورية، وخاصة علاش يسعوا لإفشال الاستفتاء؟ شوفوا، موضوع فيه برشا كلام، منا باش ما كثرش عليك باختصار شديد. راهو جوهر بن مبارك خاصة كان عدو للنهضة، وكان أكثر واحد يمكن مجد قيس سعيد وضد نبيل القروي وقت الانتخابات. علاش؟ خاطر ما كانش عنده قيمة مع حركة النهضة وقت اللي كانت حركة النهضة تحكم وكانت تشري في ناس أقوى منه وأكبر منه على المستوى الشعبي والسياسي والكل. اذا هو ما كانش تصور حتى في شيء مع حركه النهضه، فكان بالضروري لازم يكون عدو لها. اليوم بعد اللي صار بعد 25 جويليا وليت تتلقت من الشوارع، اي واحد معايا نعطيك. واليوم جماعه ولا يعطوا في العلالش للعبيد باش ما يمشوش للاستفتاء، لكن الناس المقربين بتاعهم ما عادش 50 دينار ولا علوش، لا لا ما علوش بمقابل اقوى زاده، مش انت بركه ما تمشيش، يلزمك على الاقل توفر لنا 30 40 بالكل واحد كيفاش حسب العائله وحسب يلزمك تحوز الناس. يعني انت تو باش تخدم معنا تمنع الناس، ما نجموش نعطوا للناس الكل، اما خذي انت علوش وشد لنا 50 واحد ما يمشوش للاستفتاء. اولا انا اسمي عطيه عثموني، من قيادات ثوره 17 ديسمبر 2010 عشت الفترات السياسيه والنضاليه كلها، عشت الثوره، كنت من قياده الثوره وسجنت اثناء الثوره. انا اعتبر ان اليوم تونس تعيش في مخاض حقيقي، وهو مخاض الانتقال من حاله فاسده الى حاله جديده يمكن ان تكون نافعه للتونسيين. نحن نعتبر اليوم ان الذين حكموا في الفتره السابقه قد استولوا على ثوره لم ينجزوها ولم يقوموا بها، ولكنهم استولوا عليها وافسدوا الثوره، بل هدموا ما بناه الثوار، وبالفعل دمروا كل شيء جميل. اليوم قيس سعيد جاء على اثر 25 جويلية، على اثر حراك 25 جويلية الذي انخرطنا فيه، جاء لكي ينقذ هذه البلاد. استطاع انه بعمل جدي ان اولا يجمد معناها المجلس النيابي، ثانيا انه يحل الحكومة، ثالثا انه معناها يقوم بتشريعات جيده في اتجاه اعاده هيكله الدوله، لان الدوله بصراحه فهمتني ولا وقع معناها تدميرها، الدوله اركانها كلها بدات تتهاوى، بدات اختراقات من جميع الجهات، وحاولت ان تسيطر بكلاكلها كلها على معناها الدوله، وبالتالي كان لابد من انقاذ هذه الدوله، وكانت القرارات فعلا في اتجاه ان القضاء اولا يقوم بدوره في اتجاه محاسبة المفسدين والفاسدين والذين استولوا على المال العام والذين استولوا على الدولة، ولكن القضاء لم يتحرك أبدا، من مما دفعه إلى أنه يقيل المجلس الأعلى للقضاء، يقيل المجلس الأعلى للقضاء ويعين مجلس أعلى قضاء جديد مؤقت. أيضا ذهب في اتجاه أنه ينجز دستور جديد، وهذا الذي يهم التونسيين، لأن الدستور القديم ما كانش فيه سلطة واضحة لمن هذه السلطة، كانت السلطة مبعثرة بل مفتتة بين المجلس النواب وبين رئاسة الحكومة وبين رئاسة الجمهورية. للأسف الشديد هذه الطريقة ما كانتش جيدة للتونسيين ولم تعطي شيئا، الشيء الذي جعله يحاول أنه يعطي دستور جديد ينجم يركز السلطة في جهة معينة، وبالإضافة إلى أنه يريد أن يركز السلطة في جهة معينة يعني في جهة رئاسة الجمهورية، لأنه يضمن الحريات المختلفة سواء حرية التنظم أو حرية التعبير أو حرية الصحافة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نعتقد أن هذا الدستور الذي سوف يأتي سوف ينقذ البلاد وسوف يعطي نفس جديد إلى البلاد وسوف يطور إمكانياتنا في العمل وفي الشغل، وسوف من خلاله يصبح التونسي يعرف شكون عدو وشكون مش عدو وشكون السلطة اللي تقوده ويحمل المسؤولية
للناس اللي يحكموا فيه. انا نوجه لهم سؤال الساعه، يا اخي بورقيبه وبن علي شكون خرج له؟ وشكون ابطل شرعيه بن علي؟ ما هو الشعب ولا؟ دونك الشعب خرج باش ابطل شرعيه العشر سنوات بتاع الدمار والفقر. الشعب هو اللي خرج. دونك قيس سعيد قاعد يطبق في طلبات الشعبيه، في المطالب الشعبيه، منهم الاستفتاء ومنهم المحاسبه ومنهم حل البرلمان الى اخره، الى تطهير القضاء الى اخره. دونك هذه طلبات شعبيه، ما عندهمش الحق باش يكونوا انقلاب، لانه الشعب هو اللي قرر مصير البلاد. كيما قرر باش خرج بن علي، قرر باش يخرجهم هم. هذه في انتلال الحكم برلماني ما يمشيش في تونس جمله. ما يمشيش في تونس، كم 10 سنين يجربوا ما نجحش. الحل الوحيد، سامحني، الحل الوحيد حكم رئاسي، وحكم رئاسي يحط ناس وزراء كفاء في الاقتصاد، في الماليه، يحط ناس كفاءات معقول وما يسرقوش زاد. لانهم هما فاشلين، سي تو سامبلومون هما فاشلين 10 سنين وهما يمصوا في دم التوانسه والكذب والنفاق ويعبوا في جيوبهم، وعن تالي وقت اللي يجبد بهم الحصيره جوا على بلاطه، والناس كلها تو الشعب كامل فهمهم على شيء مش وجو. سيتو جار مبارك كان ضد النهضه وتصريحات مسجله عندي، وكان ضد الحكم اصل العشر سنين، بعد ولا هو من اتباع الشيخ. اقتنموا الفرص، عبوا ما جيوبهم ودخلوا في مفصل الدوله اللي تو الدوله واحله باش تخرجهم. كيفاش تجي اليوم هذا باش تحبهم يمشوا مع مسار 25؟ سينجح ان شاء الله قيس سعيد في قراراته الجاريه والانتخابات الجاريه، هو اللي تبديل الدستور، وعنده حق هو رجل قانون قبل ما يولي رئيس جمهوريه، لانه قانونيا قانوجي في القانون، يعرف القانون. وال 25 جويلة هذه لم تفشل بحول الله، لان الشعب معه. قيس سعيد جه شعاره القانون فوق الجميع، القانون ثم القانون، من يمشي طبق القانون، في تطبيق القانون الناس الكل مش تلقى روحها ممسوسه بالبرشه ولا بالشوي، سرق 20 ولا 100 ولا مليار كيف، فهمت؟ فولاو كلهم ضد قيس سعيد، مش في شخصه، ضد قيس سعيد كخايفين من تطبيق القانون، لازم نرجعوا المنظومه باش نغطوا نحو ملفاتنا وباش ما نتحاسبوش وما نتحكموش وما نعملوش هذيك الكل. تصور هذه هي الكل علاش؟ قيس سعيد ناس يعني الشعب معاه والسياسيين معاه، في وقت اللي نورمالمون السياسيين هذوما هما من الشعب. يعني نحن كمواطنين راهو قيس سعيد جينا جايين ما نعرفوش. ما خدمنيش معاه ثلاث عشر سنين، يعني نحن كنا اللي معنا جيب شابي واللي معاه حمى الهمامي واللي معاه فلان واللي معاه فلان، فجأة انسحبنا عليهم هما ومشينا مع قيس سعيد، في وقت اللي هما خلونا احنا كشعب ومشيوا يغردوا وحدهم. شنو معنى هذه؟ وانه ثم مسألة خاصة، وانه عندهم ملفاتهم هما يعاركوا عليها، يحبوا يعملونا احنا درع باش يضربوا به قيس سعيد، نفس الشيء الاتحاد العام التونسي للشغل. لو انهم هما نظاف وعندهم برامج صحيحة باش ينفعوا البلاد ويديهم نظيفة وبرامجهم تونسية بحتة ماهيش بإيديولوجيات وإلا معناها استخبارات قاعدة تمل عليهم في برامج، راهم جاو مع المشروع الشعبي، وإن شاء الله الاستفتاء باش ينجح بحول الله، لأن قرابة 3 ملايين توا حاضرين للاستفتاء، تعطي علوش، تعطي كرهبة، تعطي دار لا، ما دام الزيت مقطوع والسكر مقطوع والدمار شفناه والكورونا العباد قاعده تموت، وانتم تضربوا في البنيه في مجلس النواب وتضربوا في شهري. دونك سيفيني توا كل ليد خدات اختها، واذا كانكم نظاف ادخلوا للاستفتاء وقولوا لا، علاش لا؟ الاستفتاء للكل. شنو حكايه المساعي الحثيثه والباك واليوم المحطوط لافشال الاستفتاء؟ يحطوا باك، وانا قلت لك العلوش والفلوس والدنيا كل باش يفشلوا الاستفتاء. هذوكم الناس اللي يجيبوا فيهم بالكيران كما عملوا الناس في الماضي، ويجيبوا فيهم باكو شوكوتوم بدبوزه ما راهو توا هذوما 3 ملايين ما حشتهم لا باكو شوكوتوم ولا حشتهم بعلوش، صبروا 10 سنين على الفقر باش يجي نهار باش يعيد، ما يعينيش بالعيد. الاستفتاء باش يصير بحول الله وينجح رغم انف الجميع. اطلب ايضا من التونسيين جميعا معناها في كل القطاعات انهم يصوتوا بنعم من اجل اصلاح البلاد واصلاح العباد، لان اليوم نحن نعيش في ازمه حقيقيه، انت تشوفي في غلاء الاسعار، انت تشوفي في معناها الامراض تهددنا، انت تشوفي في الماء صالح للشرب ينقطع، انت تشوفي في الطرقات معناها ما هيش مكيسه بالقداء، انت تشوفي في الزيقوات معناها مخطره وتصب مطر، وبالتالي نحن نعيش في ازمه حقيقيه
ولا بد من 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 التخلص من هذه الأزمة وإنقاذ البلاد من هذه الأزمة حتى نستطيع أن نرى النور من خلال هذا الاستفتاء، من خلال هذا الدستور الجديد الذي سوف يضمن للتونسي كرامته. هذا المهم، أن التونسي يتمتع بالكرامة، ونحن رانا ما رقدناش، احنا رانا مازلنا في الميدان ومازلنا نناضل وسوف نناضل، فهمتني ولا؟ وسنبقى نناضل، واللي اذا كان اخطا الرئيس سوف يحاسب بطبيعة الحال. نحن مع الاستفتاء وسنصوت له، وادعو كل التونسيين والمثقفين خاصة، وليس المنبتين الغير وطنيين. راي 25 جويلة هو الصحيح، هو الصحيح، يلزم، فهمت؟ انا نصوت بنعم بصراحة، ماشي مش نحط نعم وماشي مش نصوت مع قيس سعيد، خاطر على الحقيقة البطل ما نحبوش. خذا 50 مليون من عند زين العابدين بن علي ووافق على حكومة إنقاذ، وهذه موثقة إعلاميا ومعناها تاريخيا. اليوم تحب هو إنقاذ، ماشي إنقاذ من هو؟ فرب ما إنقاذ من هو ولا من جبهته اللي يجري عليها، ولا من الشيخ اللي جابه تحت رجليه. من انقذ من سعيد؟ سعيد كان ينجم يرتاح، شرب مخه، ما يعمل حتى شيء، هانو منتخب ويأخذ في الجراية ويسير في البلاد على حساب شعبه ضد شعبه، أما هو خذ الريسك وعمل 25 جويلة لإنقاذ. بالعكس أنا نسمي سعيد فنسى ما صار 25 جويلة إنقاذ للدولة.